السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الدرس 18 من دروس الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. عنوان الدرس: تعرف الأعداد من 51 إلى 99. أهداف الدرس هي تعرف الأعداد من 0 إلى 99 وتوظيفها تسمية وتمثيلا وكتابة رقمية وحرفية ومقارنة وترتيب. تعرف كتابات مختلفة للعدد نفسه، تعيين موقع عند عدد صحيح باستعمال وسائل مختلفة منها الشريط العددي الشبكة. إذن أكتشفوا وأتمرنوا. أولا ألاحظ كل صورة وأعد العشرات والوحدات وأملأ الجدول في كل حالة. حالة الأولى عدد العشرات هنا لدينا وعدد الوحدات لدينا. كم من الوحدات لدينا؟ 5 وحدات. وكم من العشرات؟ 5 عشرات. إذن 5 عشرات زائد 5 وحدات تساوي 55. الحالة الثانية لدينا عدد الوحدات هو 4، عدد العشرات هو 8. 8 عشرات زائد 4 وحدات كم تساوي؟ تساوي 84. الحالة الثالثة لدينا عدد الوحدات هنا هو 6 وعدد العشرات هنا هو 3. 13 13 عشرات زائد 6 وحدات تساوي 36. ثانيا أعد وأكتب. كم لدينا من علب أقلام الملونة؟ لدينا 5 يعني 50 قلما. وكم لدينا من قلم منفرد؟ لدينا 5 زائد 3 تساوي 8. إذن 58 التي يعني عدد العشرات 5، عدد الوحدات 8. 50 زائد 8 تساوي 58. إذن نكتب هنا 50 زائد 8 تساوي 58. أستثمر. أولا أكتب الأعداد في خانات الشبكة. لدينا الشبكة تبتدئ من 40 41 41 42 44 45 46 47 48 59 40 51 وهنا سوف نكتب 52، بعدها 53، بعدها ماذا؟ 54، ثم 55، ثم 56، ثم 57، ثم 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88. قمت بخطأ هنا. ماذا؟ 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99.
ثانيا أكتب كل عدد بالأرقام وبالحروف. العدد الأول 60 مكتوبة بالحروف، سنكتبها بالأرقام 60. 75 نكتبها بالأرقام هي 75. 99 نكتبها بالأرقام هي 99. هذا العدد نكتبه هو 43 نكتبه بالحروف 43. 51 نكتبها بالحروف 51. 86 نكتبها بالحروف 86. أتذكر. أقدر عدد الكلل 90 80 70. أتحقق وأحيط بخط كل 10 كلل. أعد مجموعاتي 10 كلل وأكتب 9 عشرات. أعد الكلل المتبقية وأكتب 9 وحدات. إذن 9 عشرات + 9 وحدات تساوي 99. نف ديزان بلس نف يونيتي إيغال 99. نشاط ينجز خلال حصة دعم الدرسين 17 و 18. قرأت مريم 45 صفحة من قصة الحيوانات وبقيت لها 15 صفحة. ما هو عدد صفحات القصة؟ أنتقل على الشبكة من 45 إلى أن أصل خانة بعد 15 نقلة. أي إذن نلاحظ هنا مستقيم العددين، ننتقل منه من 45 إلى 46 ثم 47 48 49 50 51 52. قمنا هنا بسبع نقلات. إذن نتمم النقلات حتى نتمم 15. إذن نقل 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15. إذن عدد صفحات هذا الكتاب هو 45 + 15 تساوي 60. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.